والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أي إن الله لا يمنع عما يشاء ولا ينازع فيما يريد، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، لا راد لحكمه سبحانه وتعالى، ذو العزة فعال لما يريد، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نزلت الآية في سياق قصة يوسف عليه السلام وما لحق به من مكروه من إخوته الذين ألقوه في الجب، ومن امرأة العزيز وتسلطها عليه لتفتنه، ثم افترائها عليه والزج به في ظلمات السجن بعد البئر. رغم كل هذه الابتلاءات، الثابت أن الله غالب على أمره. رسم لنبيه يوسف عليه السلام دربا للمجد، وإن كان معبدا بالشوك والمعاناة، لا يطلع الخلق على غيبه وما في طيه من الأسرار والحكم والتدبيرات الربانية، يدبر الأمور لمقاصد هو وحده يعلمها. لكن المؤمن ينبغي أن يثق برحمة الله وقدرته وعدله، ويوقن أنه رغم البلايا والمحن ورغم ظلم الظالمين وكيد الكائدين، فالله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون.